مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. نزل مبارحة نور مار مجموعة من الاستوريهات واللي اعتذر من خلالها لمتابعينه بسبب تقصيره معهم في التفاعل من وقت رجوعه لتركيا، وأكد للمتابعين أنه حيرجع يشتغل مثل السابق فور عودته لدبي بعد أيام قليلة. أما غيث مروان فعم بيحضر لبيته الجديد بدبي اللي راح يشاركنا بجولة حصرية فيه بعد أيام على قناته على يوتيوب، فكم نسبة حماسكم لتشوفوا بيت غيث الجديد؟ أما لانا ولين وبآخر لقاء لهم عبر برنامج على يوتيوب فاجأوا الجميع ببكائهم المفاجئ بالبرنامج، وكان سبب البكاء هو لما حكت كل واحدة للثانية عن مدى حبهم لبعض وعدم قدرتهم على فراق بعض. وبنفس المقابلة حكت لانا ولين عن الدراما والخلافات اللي تصير بعالم اليوتيوب، وصرحت أنه أغلبها تكون كذب وتمثيل ومتفق عليها من الطرفين. فشو رأيكم بتصريحات لانا ولين؟ فاجأ كل من قمر الطائي وأنس الشايب الجميع مبارحة بلايف مع بعض على انستغرام، واللي كان فضفضة وأسئلة وأجوبة بينهم، حيث حكى الكثير عن أنس الشايب بهاللايف واللي ظهر فيه حسب نظرهم كتير تعبان وحزين، وربط الجمهور هالحزن بانفصاله عن بيسان اسماعيل اللي كان قبل أيام قليلة، وهي أبرز اللقطات اللي كانت بالبث. أوكي أنت من أقرب حدا لك برا السوشيال ميديا وجوا السوشيال ميديا؟ أنا والله أنا بالنسبة إلي من يعني من بعد تجارب كثيرة في الحياة وبالسوشيال ميديا بحترم الكل وبحب الكل، مقرب للكل، أقرب حدا كله مقرب، كلهم مقربين، بحبش أزعل حدا. أنت عادي صريحة بس أنا أقول يعني كيف أقول لك، لا في مقربين والله ما حدا حيزعل، ما حدا مهتم قصدك ما حدا مهتم ليه؟ ما حدا مهتم لحدا، كل حدا همه حاله. لا أنا بأخذه أخطيهم مني. الله عليك خلاص تمام. أنا نسيت قلبه رقيق ما يقدر يزعل أحد. أنا قلبي مات من الصحة. أوكي جميل، ما راح أعبرك إلا ما تكتب بالعربي. متى جميل. آخر مرة خنت حدا؟ شو هو عم يبكي ولا عم يضحك ولا شو عم يصير معه؟ طيب حغير السؤال. غيري أمانة. طيب شو هدفك من السوشيال ميديا؟ هدفي من السوشيال ميديا هدفي كان عندي أهداف كثيرة. طيب كثير اللي حققتهم ان شاء الله؟ لا راحوا بيوم وليله، حاليا قاعد بعمل اهداف ثانيه. كنت بفكر اهدافك الثانيه؟ كنت بفكر باهداف وراسم اهداف كثيره، وبيوم وليله راحت الاهداف، وحاليا قاعد بدور اهداف جديده.